الرياضة والفاشن عامل مشترك عند رامي ودليدة عياش. إيه إن شاء الله إن شاء الله دايما هيك، يعني دليدة بتحب سبور كتير. أكثر من 3 ملايين شخص بيتابعوا رامي ودليدة عياش على إنستغرام، فالحلو بهالكابل إنهم دايماً متفقين على كل أعمالهم وقراراتهم الشخصية، فهني حتى بيحبوا يتدربوا رياضة مع بعض ليضلوا فت. إيه إن شاء الله إن شاء الله دايماً هيك، يعني دليدة بتحب سبور كتير، صارت تحب سبور كتير يعني أكشلي كمان، وفاتت بعمق الروحاني مش بس بعمق الجسدي. صرت حب أنا كتير، أنا كلاسيكي شوي بطبعي، مش كتير بحب الأشياء المتطورة، بس عندهم مكانات حلوة، الفيجن حلو كتير تبعهم، نحن فخورين إنه احنا حاطين ايدنا معهم وعم نساعدهم. والعامل المشترك بينهم هو مش بس الرياضة وانما كمان الفاشن، فدليدة عندها علامتها الخاصة بالفاشن، ورامي من النجوم يلي دايما بيحرص على الاهتمام بأناقته. اول ما لبس وايت كوت هو كمان بتدرجوا الموضه مزبوط. هلا اليوم اطلالته مش من عندي، بس انه دائما بس يكون رامي عباله يجن عباله هيك، هو بيرسم لي ايام ديزاينات معينه بكون انا جاهزه لحتى انفذ له اياه. اليوم من بودي ديب صديقي بودي حبيبي بيرسم لك اطلالات يعني هو ليك. هلا معروف عن رامي انه هو هي از ا فاشن ايكون كل عمره، بتعرفي ندى ايام عباله يجن، يعني ايام بيخطر عباله هيك ديزاين اخر الليل، يعني في بلاقيه بيرسم لي محضر لي ايه، سو بيكون عارف اكزاكتلي شو بده ايه، وانا بكون جاهزه لحتى نفذه. ولا مره بتفكر تعمل انت كولابوريشن بعالم الازياء؟ يا ريت. هلا خلينا بالفن، ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال. وكرمال هيك حبينا نعرف منه لرامي عن اجدد اعماله الفنيه. هلا في غنيه بتنزل بعد اسبوع ان شاء الله. العنوان تفاصيلها من ألحاني ومن كلمات الشاعر الكبير مازن غنام وتوزيع أليكس مساكيان، تصدر أسبوع الجاي. خلي لك إياها مفاجأة، you're gonna love it. وتباعاً رح تبلش الأغاني تنزل من بعدها شهر بشهر إذا الله راد. في كليبات، في حفلات كتير، عنا تور الصيفية والعانية إن شاء الله. كمان اسمعنا انه عندك نيو كولكشن. مظبوط ان شاء الله بتنزل فيري سون، وكمان مثل ما قال رامي ان شاء الله صيفيه حلوه بلبنان. بما انه هالثنائي دائما بيكونوا اكتف بقوه باعمالهم، لكن هالشي ما بيعني انهم منهم فاملي اورينتد، فهن بيعطوا كثير من وقتهم لاولادهم الثلاثه وبيحرصوا يخصصوا وقت للعائله دائما. These are the days I will remember. These are the faces I need most. للجمعة مع الولاد، انتم من النجوم كمان يلي قررتوا لقى يشوفوا للجمهور ولادكم عن فشل. مزبوط، ليكي صراحة بنبسط انه الجمهور صار بيطالب فيهم، دايما بيطلبوا وين الولاد، يعني بتلاحظي مش دايما بنزل لهم، يعني بحكم هلا المدارس وانشغالاتهم للولاد بالاكتيفيتيز وهيك، بس قد ما هن بحبوهم ايام بحرص انه دايما نزل لهم، والله يكثر المحبين الحمد لله. بتتخانقوا بيشبهوا مين؟ بيشبهني؟ بتشبهي؟ لا ان شاء الله يضلهم يشبهوها قمر الزمان يقبروني بجنة. انا شو بدي احسن من هيك؟ الحمد لله. احلى كلام بالعين والمهلي بعضنا.